We're going to continue to impose further costs. واشنطن تتوعد إيران بمزيد من العقوبات لقمعها. المتظاهرين وطلاب جامعات يقودون احتجاجات أمس. Сегодня у нас є хороші новини із передової, із дипломатичного фронту. وزيلينسكي يتحدث عن تقدم كبير ضد القوة الروسية، وواشنطن تؤكد فعالية أسلحتها على تغيير كافة المعارك. القوات الأمريكية والكورية الجنوبية تطلق صواريخ تجريبية ردا على تهديدات كوريا الشمالية، ومجلس الأمن يبحث الأزمة اليوم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا إلى هذه النشرة المفصلة تأتيكم من العربية. أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في حديث للعربية، أعلنت أن واشنطن ستواصل فرض المزيد من العقوبات على طهران لانتهاكاتها ضد المتظاهرين الإيرانيين. We're going to continue to impose further costs on the perpetrators of these violence, and so we're going to continue to speak out, and I think that's the right thing to do. المتحدثة باسم البيت الأبيض أضافت أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل من أجل تسهيل وصول الإيرانيين إلى خدمة الإنترنت. As administration, as a holistically, we've been very, very clear. And the president has taken actions. We're making it easier for Iranians to access the internet, including through facilitating greater access to secure outside platforms and services. وفي الداخل الإيراني تواصلت الاحتجاجات والتظاهرات في مناطق مختلفة من العاصمة طهران، إضافة إلى كرج وأصفهان ونجف، فيما انضمت جامعات جديدة للمتظاهرين، كما أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين في سقز وسنندج عاصمة كردستان. That's it! كما أغلقت المحلات التجارية أبوابها في مدينة أصفهان احتجاجا على انتهاكات النظام الإيراني. امروز 12 مهر اصفهان طالقانی همه کسبه‌ها اعتصاب کردند. بستن همه مغازه‌ها رو أعلن ضابط إيراني في القوات البرية دعمه للاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ نحو 20 عاما على خلفية مقتل مهسا أميني. وبهذا الإعلان يرتفع عدد الضباط الإيرانيين الداعمين علنا للاحتجاجات إلى 5. تضامنا مع الاحتجاجات التي عمت أرجاء المدن الإيرانية وامتدت في عديد من العواصم حول العالم على إثر مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق،
قصت عضو البرلمان الأوروبي عبير السهلاني شعرها أثناء جلسة للبرلمان الأوروبي كنوع من التضامن مع الإيرانيات. Until Iran is free, our fury will be bigger than the oppressors. Until the women of Iran are free, we are going to stand with you. Jian, Jian, Azadi, women, life, freedom. Herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. إلى الشأن الأوكراني، حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الجيش الأوكراني حقق تقدما كبيرا وسريعا ضد القوات الروسية وحرر عشرات البلدات في جنوب وشرق البلاد من سيطرتها. وأكد الرئيس الأوكراني أن المناطق التي تمت استعادتها تتمركز في خيرسون وخاركيف. قد تم بالفعل استعادة عشرات القرى التي شملتها الاستفتاءات الروسية هذا الأسبوع، والمناطق التي تمت استعادتها تقع في خيرسون وخاركيف ولوغانسك ودونيتسك. إذن مشاهدينا، نذكركم ببعض الأخبار العاجلة التي تأتينا الآن تباعا. إذن السفير الروسي في واشنطن يقول موسكو تعتبر إرسال أمريكا المزيد من الأسلحة لأوكرانيا هو تهديد وشيك، وأيضا يقول أن القرارات الأمريكية تفاقم احتمال الصدام العسكري بين روسيا والغرب. سنبقى في نفس الملف، فقد أعلن البنتاغون عن الحزمة 22 من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ أغسطس 2021 بهدف دعم التقدم الأوكراني في وجه القوة الروسية. Today I'm proud to announce a new security assistance package to provide Ukraine with more weapons, ammunition and equipment that its forces are using so effectively on the battlefield. This authorization of a presidential drawdown of security assistance valued at up to $625 million will contribute to meeting Ukraine's critical defense needs. It is the Biden administration's 22nd drawdown of equipment from DoD inventories for Ukraine since August of 2021. وقد أكد البنتاغون أن الأسلحة التي قدمت لأوكرانيا تستخدمها قوات كييف بطريقة خلقت دينامية جديدة أو ديناميكية جديدة على أرض المعركة مكنتها من التقدم واسترداد أراضيها. Ukraine has demonstrated the ability to use these capabilities to degrade Russian logistics and command and control, creating opportunities for Ukraine to maneuver and to advance. This has created, as Secretary Austin said recently, a change in battlefield dynamics. Even as the Russian government moves legislation today to claim parts of Ukrainian territory illegitimately, the reality on the ground is that the Ukrainian armed forces continue to reclaim territory and to consolidate their gains. The liberation of Lyman was a significant operational accomplishment, and Ukrainian forces continue to make deliberate progress in the Kharkiv region and also further south around Kherson. أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن واشنطن تتعامل بجدية شديدة مع أي تهديد نووي، لكنه لا يوجد ما يشير إلى أن روسيا تعتزم استخدام الأسلحة النووية. When it comes to the nuclear potential nuclear threat, we have been very clear about that. We take any nuclear weapons or nuclear saber rattling very seriously here. But I do want to say we have not seen any reason to adjust our own strategic nuclear posture, nor do we have indication that Russia is preparing to imminently use nuclear weapons. يطغى الحديث مؤخرا عن إمكانية استخدام روسيا للسلاح النووي في الحرب مع أوكرانيا. العديد من التقارير تناولت الموقف الروسي والتكهن بمدى استعداد بوتين للضغط على الزر النووي. شبح التهديد النووي يطل في أوكرانيا منذ مدة ليست بالقصيرة. مؤشرات تلوح في الأفق حول إمكانية لجوء روسيا إلى الورقة النووية، وأخرى تستبعد ذلك. وبين هذا وذاك يبقى القرار في يد هذا الرجل فلاديمير بوتين. فماذا لو قرر الرئيس الروسي فعلا تنفيذ تهديده؟
صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية تحدثت عن 3 سيناريوهات محتملة في حال استخدام بوتين للسلاح النووي. السيناريو الأول هو تنفيذ انفجار بسلاح نووي صغير على ارتفاعات عالية فوق أوكرانيا، والهدف سيكون التسبب في نبضة كهرومغناطيسية تعطل الأجهزة الإلكترونية ونظم تشغيلها. السيناريو الثاني هو القيام بتفجيرات نووية على ارتفاعات منخفضة لقتل عشرات الآلاف من الأوكرانيين، وهو ما سيكون هجوماً نووياً حقيقياً. أما السيناريو الثالث فيتمثل في تنفيذ ما يسمى بالانفجار النووي السطحي، والذي يتسبب في نقل المواد المشعة عبر الرياح والأتربة إلى مختلف المناطق في أوكرانيا، لكن في هذه الحالة فقد تتضرر أيضاً بلدان مجاورة. ولدى روسيا ترسانة أسلحة نووية متنوعة من شأنها أن تبث الرعب في أرجاء أوروبا في حال استخدامها، فمعظم الأسلحة النووية الروسية هي صواريخ يمكن توجيهها إلى أهداف بعيدة المدى، وهناك أيضاً أسلحة نووية أصغر حجماً أقل تدميراً تسمى أسلحة تكتيكية، وهي تستهدف الأهداف قصيرة المدى. لكن روسيا قد تخسر كثيراً في حال استخدام السلاح النووي، فقد تصبح منبوذة دولياً وليس فقط من الغرب، فضلاً على أن الإشعاع المنبعث من الأسلحة الروسية يمكن أن يعود بسهولة إلى الأراضي الروسية بسبب الرياح. وسام الذهبي، العربية. غادرت حاملة الطائرات جيرالد آر فورد الأكثر تقدماً لدى البحرية الأمريكية للمشاركة في تدريبات مختلفة مع حلف الناتو بما يتضمن محاكاة للحرب على غواصات في المحيط الأطلسي. أهلا بكم من جديد. دعا المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك من أجل السماح للمناقشات الجارية بأن تؤتي ثمارها وتخرج اليمن من دوامة العنف. أحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذه الفترة الزمنية الحساسة بشكل خاص، لأن أي حادث صغير حالي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. كذلك أود أن أدعو الجميع للسماح للمناقشات الجارية بأن تؤتي ثمارها والحرص على اتخاذ الخطوات اللازمة لإخراج اليمن من دوامة العنف التي يعيشها منذ 7 سنوات. أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بياناً ينتقد ما وصفها بالمطالب المتشددة لجماعة الحوثي التي لم تسهل تمديد الهدنة الأممية والتي انتهى سريانها يوم الأحد الماضي. وعبر البيان الأوروبي عن القلق العميق مما اعتبرها تهديدات غير مقبولة من الحوثيين بمهاجمة الشركات النفطية والشحن التجاري في البلدان المجاورة. كما حث الاتحاد الأوروبي جماعة الحوثي على التعاطي بشكل بناء مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وذلك كي تستمر الهدنة وتتطور إلى وقف فعال لإطلاق النار. وأبدى رؤساء البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لدى اليمن قلقهم البالغ إزاء عدم تمديد الهدنة. هذا وتشهد جبهة القتال في تعز حالة من الترقب الحذر بعد فشل مساعي تجديد الهدنة وارتكاب الميليشيات خروقا كبيرا في المدينة لتفجير الوضع عسكريا. وقد شنت الميليشيات هجوما عنيفا على مواقع القوات الحكومية في جبهة الطوير بمديرية مقبنة غربي تعز بعد أيام من شنها هجمات متفرقة على مواقع قوات للجيش في الجبهات الشمالية والشرقية من المدينة.
حالة تأهب عسكري وأجواء مشحونة بالحذر تعيشه مناطق التماس مع ميليشيات الحوثي في تعز اليوم بعد الخروق التي ارتكبت عقب إعلان فشل مساعي تجديد الهدنة واندلاع الاشتباكات صباح اليوم في جبهة الطوير بمديرية مقبنة شمال غربي تعز. فالأنامل هذه وعلى مدى يومين لا تفارق زناد البندقية تحسبا لأي هجوم عسكري محتمل قد تقدم عليه الميليشيات إذا ما انهارت الهدنة عسكريا. بالنسبة لميليشيات الحوثية لم تعترف بهدنة إطلاقا، وإن اعترفت بها هي تستمر بالاختراق وتخترق كل يوم. ليلة انتهاء الهدنة شنت هجوم عنيف على مواقعنا، الشباب في يقظة عالية، معنويات قتالية تناطح السحاب. وعلى الرغم من بند رفع الحصار عن تعز الوارد ضمن الهدنة إلا أن خروق الحوثي كانت الأكثر في تعز خلال فترة الهدنة من حيث عملية القنص والاستهداف العشوائي للمدنيين والأحياء السكنية، ويلقي فشل تمديد الهدنة بظلاله على آلاف السكان في هذه المدينة التي ترفض ميليشيات الحوثي رفع الحصار عنها وفتح الطرق الرئيسية إليها وإلى باقي المحافظات. بعد انتهاء الهدنة في هجوم هنا بالمنطقة الشرقية وكسروا كسرا فاضح. أول ليلة أول ما انتهت الهدنة قاموا باختراق المواقع، شن هجوم كثيف في المنطقة الشمالية بجبهة عصيفرة، وبحمد الله وبعم الله تم الدعس بهم ونكنا بهم أشد تنكيل، وحاولوا التسللات في الجبهة الشرقية والجبهة الشمالية والجبهة الغربية، وبفضل الله برجال الأبطال دعسوهم. تبقى تعز إذن المحافظة المرشحة لانفجار الوضع العسكري بأي وقت في حال وصلت مساعي السلام الأممي إلى طريق مسدود بحسب مراقبين. فالميليشيات الحوثية تجدد حشدها إلى أطراف المدينة منذ أيام، بل وتستخدم تعزيزات عسكرية من محافظات أخرى إلى أطراف المدينة عازمة بذلك ربما إلى تفجير الوضع عسكريا. تأهب عسكري إذن تشهده جبهات تعز تحسبا لأي هجوم محتمل قد تقدم عليه الميليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال، خاصة بعد خرقها للهدنة الأممية ونسفها بوادر السلام. هل سعيد لقنتي العربية والحدث من الجبهة الشمالية لمدينة تعز. رد زعيم تيار الصدري مقتضى الصدر على دعوة ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاساخارت إلى الحوار بالموافقة، وذلك شرط أن يكون الحوار علنيا وأن يتم إبعاد كافة المشاركين في العملية السياسية السابقة. وقال الصدر إن الإصلاح يبدأ بعدم مشاركة الوجوه القديمة وأحزابها وأشخاصها في الحكومة المقبلة، وأكد أنه يتطلع إلى مساعدة الأمم المتحدة في مساعيها نحو الإصلاح، كما أشار إلى ضغوط هائلة يتعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من مسلحين ضمن نطاق الدولة. ودعا زعيم تيار الصدري دول الجوار إلى احترام سيادة وأمن واستقرار العراق. قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب إن بلاده قدمت للولايات المتحدة قائمة بتعديلات على اقتراح بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. بوصعب أضاف خلال تصريحات صحفية أنه بحسب مسودة الاتفاق يكون لبنان قد حصل على جميع حقوقه البحرية التي يعتبرها تابعة له. واستبعد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني أن تفسد التعديلات التي اقترحتها بلاده الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والذي انتهت المفاوضات بشأنه. وأكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني أنه ووفقا للاتفاق المرتقب فإن بلاده لن تدفع أي شيء من حصتها في حقل قانا لإسرائيل. أفاد مركز الأبحاث الجيولوجية الألمانية أن زلزالا بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر ضرب المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان وإيران، ولم تتوفر أي أنباء عن الخسائر أو الأضرار. أفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن كوريا الجنوبية والجيش الأمريكي أطلقا 4 صواريخ أرض-أرض في البحر قبالة الساحل الشرقي، وذلك ردا على الاستفزاز النووي الكوري الشمالي الأخير، في إشارة إلى سلسلة تجارب صاروخية أجرتها بيونغيانغ. وأعلن جيش كوريا الجنوبية أن أحد الصواريخ التجريبية تحطم بعد الإطلاق مباشرة.
وبناء على طلب من الولايات المتحدة، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان. وفي تغريدة لها على تويتر، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس إنه يجب الحد من قدرة كوريا الشمالية على تطوير برامجها غير المشروعة الخاصة بالصواريخ وأسلحة الدمار الشامل. لكن الدبلوماسيين قالوا إن الصين وروسيا عرضتا عقد اجتماع علني بحجة أن ردة فعل المجلس يجب أن تفضي إلى تخفيف الوضع في شبه الجزيرة الكورية. أفادت تقارير بأن إيلون ماسك ينوي المضي في إتمام صفقة شراء شركة تويتر البالغة قيمتها 44 مليار دولار بعد أشهر من المعارك القانونية، ما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة، حيث قفزت أسهم تويتر بنحو 12.7% في حين ارتفعت أيضا أسهم شركة تسلا بنسبة 1.5%. ووفقا لتقارير، فإن ماسك أرسل خطابا إلى تويتر يعرض فيه إكمال الصفقة التي حصلت بالفعل على موافقة المساهمين بالسعر الأصلي. اقترح البيت الأبيض مشروع قانون غير ملزم للذكاء الاصطناعي في قطاعات الرعاية الصحية والمدارس والتوظيف، وذلك لمساعدة المواطنين في تجنب التمييز الذي تسببه خوارزميات أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية. مئات من المبادئ الإرشادية صادرة عن الشركات التكنولوجية في الولايات المتحدة منذ سنوات، ينضم إليها مؤخراً مشروع قانون غير ملزم لحقوق الذكاء الاصطناعي اقترحه البيت الأبيض، مما يجنب الأهالي والمرضى والموظفين الأذى الناجم عن الاستخدام المتزايد للأتمتة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتوظيف. بداية المشكلة كانت مع الخوارزميات المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة الرعاية الصحية والمدارس، والتي لا تعطي الأولوية لذوي البشرة السمراء لتبدي أداء ضعيفا تجاههم. إلا أن غرفة التجارة الأمريكية حذرت من أن هذا المقترح سيؤذي الشركات الأمريكية في حال أصبح قانوناً، خطوة متأخرة للولايات المتحدة فقد سبقتها أوروبا لتحمي من التمييز الناجم عن الخوارزميات وجميع البيانات المسيئة لتهيئة أنظمة أكثر تطوراً. إيفان عمر، العربية. في الولايات المتحدة تم بنجاح إطلاق صاروخ أطلس 5 من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا الفضائي، يحمل قمرين صناعيين للاتصالات التجارية إلى المدار. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.